يدفنون الحديث في روما ماكسي، وهو أحد البحوث المقدمة في المرحلة الثالثة لمادة تصميم معماري. مركز الإمارة والفن المعاصر بروما ماكسي هو أول متحف وطني للفن المعاصر في إيطاليا. أنشأت هذه المؤسسة الجديدة بقرار من البرلمان وزارة الثقافة الإيطالية، حيث كانت مشاريع روما تتصف بالعراقة والكلاسيكية، إلا أن تنفيذ العمل الذي خرج عن الإطار المعروف كان لدافع سياسي، وكان تصميم المبنى بمثابة الخطوة الأولى في خلق المؤسسة. تم استلهامه من خطوط وتراث المدينة ليتلائم مع أجواء العاصمة، وقد تم تخصيص موقع حضري كبير لإقامة المبنى عليه في مقاطعة فلامينا على الحافة الشمالية لمركز روما التاريخي. وتطلب تنفيذ مشروع المبنى الضخم حوالي 21,000 مترا مربعا وأكثر من 6 سنوات من العمل المتواصل حتى تم إنجازه، وتم افتتاحه في 2009 بروما بحسب المعلومات. نستشيع المعلومات حول البناية. الموقع إيطاليا، المهندس المعماري زهاء حديد، سنة التأسيس 2010 وسنة الافتتاح الرسمي أيضا 2010. ما هي الفكرة التصميمية للبناية؟ تم تصميم فكرة الحرم الجامعي الحضري من مزيد من المباني التقليدية التي تطغى على المساحات الداخلية. مفهومها يتم توسيعه ليشمل المدينة بأكملها. أوضحت حديد: لقد صنعت ماكسي كحرم حضري منظم وفقا للانجراف الاتجاهي والتدفق وحقول القوة وتوزيع الكثافة، بدلا من النقاط الرئيسية تعقيد الأشكال وتغير كفافها المتعرج للأبعاد والمفاصل المتداخلة، يحددان بنية مكانية ووظيفية معقدة. الجدران الكبيرة هي الأكثر تمثيلا لهذا المبنى الجديد، وهي جدران محنية يمكن استخدامها للتعرض في الداخل، لكن في الداخل في الخارج مع الجداريات أو الإسقاطات أو التركيبات، كل شيء حول وجود داخلي وخارجي. يعتمد مفهوم هذا المشروع على فكرة المناطق الحضرية المائية الكبيرة مع أسطح العرض الخطية ونسيج كثيف من المساحات الداخلية والخارجية. شوفوا، هذا هو الموقع البناية، هاي مدينة روما، مقاطعة فلامينا على الحافة الشمالية لمركز روما التاريخي، على أرض مساحة 3000 متر مربع. يشمل المركز فراغات للعرض الدائم والمؤقت، ومركزا معماريا للمؤتمرات ومكتبة. يقع هذا المتحف الجديد على أرض كان يشغلها في الأصل مصنع سيارات ثم ثكنات الجيش فيما بعد. في عام 2003 منحت وزارة الدفاع لبناء المتحف في روما بالقرب من القرية الأولمبية وقصر الموسيقى في روما للمهندس المعماري رينزو باينو. لاحظوا هذا بالجوجل إيرث، مقاطعة فلامينو أولمبيكا، هاي هناية. فالماكسي صاير بالاتجاه الغربي لفيلا كوراي وبالقرب من دار المعماري بلانو. وظيفة البناية، ينقسم المركز من الخارج إلى قسمين رئيسيين متباعدين عن بعضهما، إلا أنهما يلتقيان في خط تماس بينهما. أما في الداخل فهناك تفرعات عديدة حيث لا مكان للتناسق بين القاعات والسلالم. يهتم المركز بنمطين من الفنون، أولهما التصاميم واللوحات المعمارية، أما النمط الثاني فهو عرض التحف الفنية ذات القيمة الثقافية والإبداعية العالية، إضافة إلى كونه مركزا لتبادل المعلومات بين الناس. يشمل على فراغ للعرض الدائم والمؤقت، ومركزا معماريا ومركزا للمؤتمرات ومكتبة. قد منحت زهاء حديد الجائزة الأولى في المسابقة الدولية التي أقيمت في فبراير 1999 لاختيار تصميم لهذا المركز، وقالت زهاء حديد عنه أنه مركز ثقافي لتبادل الأفكار وفسحة لتبديل طريقة الحياة في المدينة، لا صالة عرض للآثار الفنية فقط.
المواد المستعملة للبناء لا يوجد طريق مباشر عبر المتحف، يخلق عدم وجود عائق منحوتة منحنيات من الفولاذ الأسود مبهرة بصناديق ضوء نيون ساطع وسلالم زجاجية شبكية فولاذية تؤدي الطرق إلى صالات العرض والطرق المسدودة لتشكيل مشهد لغز معقد. يتم إنشاء ساحة مغطاة بالمظلة من خلال نتوءات بارزة وأشرطة خرسانية ملفوفة معلقة في الهواء. يمتد ممر للممشاة المائل إلى جانب المبنى، يوفر الإطار المرن إطلالات متغيرة ومذهلة من داخل المبنى وخارجه باستخدام مزيج من المواد المتناقضة مثل الزجاج والصلب والخرسانة. تم تحقيق مظهر محايد في مساحات المعرض، وتم استخدام المواد المضادة للزلازل للتوافق مع التصميم الزلزالي للهيكل. يشمل سقف المتحف الزجاج الخارجي والإضاءة الاصطناعية والتظليل الخفيف بما في ذلك الستائر والفتحات. تتكامل عناصر الإضاءة والتزجيج بشكل جيد مع التحكم في البيئة. تتكون الشفرات العمودية للسقف والأعمدة الرئيسية من الصلب والسقف الزجاجي ملفوفة بشبكة فولاذية ترشح ضوء الشمس مما يوفر إضاءة طبيعية للمبنى. تشتمل عوارض السقف على سكة سفلية يمكن تعليق الفن منها. الأذين الكبير بارتفاع كامل يحتوي على خدمات الاستقبال ويؤدي إلى القاعة. تم تنفيذ الأعمال الهندسية الإنشائية من قبل أنتونيو هانس أسوسيوات أند أوكي ديزاين جروب، وتم تنفيذ الأعمال الهندسية والكهربائية من قبل أوكي ديزاين جروب، وتم تخطيط المشروع من قبل أي بي تي. لاحظوا الواجهة الأمامية ذات هيكل مهيب تشمل الخرسانة والصلب والزجاج. لا تغطي الخرسانة الجدران والأرضيات فقط، بل تم استخدامها أيضا في إداء العناصر الوظيفية والزخرفية مثل مكتب اللوبي المصنوع من الخرسانة والألياف الزجاجية. الخرسانة هي العنصر السائد في تصميم زهاء حديد. تمت معالجة الجدران الخرسانية بجودة واجهة عادلة نهائية أولا لتحسين قوامها الناعم بدون فقاعات هواء. يخلق اللوح الجصي المرتبط بالجدران الخرسانية تجاويف تحتوي على أنظمة ميكانيكية معقدة. الفضاءات الخارجية للمشروع على الرغم من عظمة هيكلها موزعة على 29,000 متر مربع من الأرض، منها 21,000 متر مربع لمساحة العرض وأشكالها المتعرجة. لا يندمج المبنى بشكل متناغم مع البيئة فحسب، بل يمنح الحيوية للمنطقة بأكملها. الكلامينتو جيوديناميكس العسكري هذا على شكل هيكل عظمي بشري بطول 24 مترا مع أنف بيبينكو. التأثير الخارجي على الجسم المستطيل الذي يبرز من الهيكل الأفقي والأسطح الخرسانية الملساء بدون نوافذ تجعل جدرانها الخارجية جنبا إلى جنب مع الأرضية نفس المادة التي تمر عبرها ثقوب كبيرة يصل عرضها إلى 45 مترا أو 20 متدلية للخارج بالقرب من المدخل الرئيسي. لاحظوا هذا السايت فيو للمشروع، وهذا هو المشروع اللي يشكل من تعرجات المدينة ومن منحنى هذا النهر اللي يمر في إيطاليا، أخذت الفكرة الأولية للانسيابية الموجودة في واجهات مركز ماكسي. لاحظوا هاي الواجهة الأمامية للمركز، ولاحظوا شلون ملتوية الواجهات فوق بعضها من الخرسانة. هذا فيو قريب لمنطقة المدخل، واللي نلاحظ وجود الانحناءات في الواجهات محمولة على أعمدة. هاي الأعمدة تقريبا 6 أعمدة بالبداية و6 أعمدة بالنهاية. لاحظوا هذا أثناء النهار وكيف أنه التصميم يتضح بتمازج الهيكل الخرساني مع الزجاجة مع الأعمدة. لاحظوا هاي الأعمدة الفولاذية
اللي أخذت لونها الفولاذي من لون الخرسانة الفيرفيس المستخدمة. ولاحظوا الزجاجيات الموجودة في واجهة ماكسي. نشوف هسه بالداخل الفضاءات الداخلية، أكو منحدرات متداخلة ومفاجئة متداخلة على ارتفاعات مختلفة، ويتم طيها على نفسها مع فتحات في الخارج والداخل. يعني يبدو أنه هيكل فرعوني فقد تم تصميمه وفقا للمعايير البيئية والمستدامة. تتمتع المساحات المرنة بفضل نظام الألواح المنقولة بالضوء الطبيعي وفقا للمواسم والطقس. الخرسانة المبطنة الحريرية تبطن جميع الجدران مع الزجاج والصلب، مما يمنح المساحات الحيادية اللازمة التي تعمل بالنجوم الحقيقية. شوفوا هنا الزجاج بالسقف اللي يمثل هذه وجود الإضاءة النهارية والإضاءة الليلية. شوفوا المنحنيات للسلالم اللي توصل الطابق الأرضي بالطابق الأول، وجود هذه الألوان من الخرسانة الرصاصي والرصاصي الفاتح والرصاصي الغامق، وكذلك الشقوق اللي موجودة في السقوف. لاحظوا هذا مركز التنقل العمودي واللي يخلق تفاعل اجتماعي ما بين أجزاء هذا المركز. هنا مراكز للعروض المختلفة، ولاحظوا التشققات في السقوف اللوفرات والتي تمنح الإضاءة الطبيعية لهذا المركز. هاي موجودة إضاءة ليد في السقوف الثانوية والحركة الانسيابية داخل المركز. هنا مراكز للتجمع والالتقاء والتفاعل، وكذلك وجود مراكز التنقل العمودي اللي خلقت حيوية وإفك داخل هذا المركز. هذا أيضا منظر للحركة العمودية اللي انطتها لون الأسود وسط فضاء مضاء بالأبيض والرصاصي الفاتح بالخرسانة الفيرفيس. لاحظوا هذا شلون طاغي على الانتيرير الداخلي، وشلون الإضاءة تتمازج مع ألوان الجدران الرصاصي والمراكز الحركة باللون الأسود. هنا نشوف بوضوح السقف شلون مهشر بالخرسانة، وشلون تمازج الزجاج معه، والإضاءة الليد والإضاءة الطبيعية تتمازج كلها مع عناصر التصميم الداخلي للمركز. هاي لقطة أثناء يعني الإشغال. لاحظوا حتى تكسر الروتين خلت بعض الأعمدة الفولاذية باللون الأحمر حتى تخلق فديونيتي كامل، اللون الأحمر والأسود مع الأبيض، فصاير عندنا فد كونتراست حلو من الألوان واللي تحدد الأعمدة الحمراء في رسم صورة واضحة موحدة للألوان المتعارضة. لاحظوا هنا بشكل جيد مبين أنه الألوان الأحمر مع الأسود مع الأبيض، فتعارض قوي وتطبيق نظرية الشكل والخلفية على الانتيريور. مع 4 طوابق من ماكسي تتحرك بالكامل من خلال الجدران والسلالم المتموجة، يبدو أنها تبدأ أو تنتهي في أي مكان، مما يضع الزائر في مستقبلية عائمة تقدم العديد من الطرق الممكنة للذهاب إلى جميع المتاحف، مما يسمح بالتجاوز بنفس الطريقة. بيان منطقة الزلازل: في عام 2003 تم تصنيف روميا رسميا كمنطقة زلزالية تطلبت تعديل هيكل المتحف بالكامل وإصلاحه في بعض الحالات، بحيث دمجت عدة مجموعات من المكابس الهيدروليكية المرتبطة بحركة المفاصل في الجدران والأرضيات الخرسانية، ومفاصل الحركة المهملة 5 ملم و 3 ملم الأخرى الأكثر وضوحا من بين تدابير أخرى. يوفر سنشوف
المخطط، المخطط هذا نلاحظ بالجراوند فلور بلان موجودة قاعة للالتقاء ولوبي كبير مفتوح على معظم الطوابق، وموجودة متحفين بالطابق الأرضي. الطابق الأول أكو وضعت نباتات مخصصة بالكامل لصالات العرض، جميع النباتات إلها مراكز تصريف متكيفة. السمة الرئيسية للمشروع هي استخدام الجدران كعناصر مكانية، يحد التصميم الداخلي للمعارض الخطية تقريبا بجدران متوازية تتبع الحركة الطولية للمبنى، وفي أوقات أخرى عن طريق تحريك الألواح. على حد قول زهاء حديد أن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام بمتحف روما هو أنه ليس مجرد كائن، بل يمكنك إضافة عناصر إليه. أنه ليس مجرد متحف بل مركز، لقد صممنا نسيج كثيف للمساحات الداخلية والخارجية، مما أدى إلى مزيج استفزازي من صالات العرض المؤقتة والدائمة جنبا إلى جنب مع المعارض التجارية. والمستوى الحضري الذي تكون فيه الأسطح خطية للعينات، يمكنك إجراء اتصالات بين العمارة والفن والجسور التي تربط الشاحنة وتحولها إلى عينة موحدة. بالخارج أكو ممر للمشاة يحيط ويخترق المباني تحت الأحجام الكابولية، واستعادة الاتصال بين الشوارع الذي كان قد توقف لمدة قرن تقريبا مع البناء العسكري الموجود سابقا في الموقع وتم هدمه لإفساح المجال للمتحف. شوف هذا الطابق الفيرست فلور بلان اللي بي اكسترن هول بعرض مؤقت وعرض دائم، اثنين وثلاثة هي معارض مؤقتة ومعارض دائمية، والأربعة كذلك، والخمسة هو الأتوريوم. الخمسة هي منطقة الأتوريوم المفتوحة، هذا منطقة السطح. طبعا هي الطابق الثاني بي بس قاعة عرض اثنين، العفو ثلاثة، ثلاثة واثنين، يعني ثلاثة واثنين هي مناطق للعرض المؤقت، زين، والباقي سطح. هذا مقطع في البناية تبين انه اكو يعني ممرات إذا تتحرك على طول البناية أفقيا وعموديا. هاي جزء من التفاصيل الإنشائية اللي تحمل السقف، وهذا أيضا جزء مكبر من المقطع اللي يوضح أنه معظم الفضاءات اللي موجودة هي فضاءات للعرض المؤقت والدائم. ولاحظوا الستيركيس شلون دا تتحرك باتجاه لولبي حول هذا المشروع، وشوف تفاصيل السقوف اللي تخترق الزجاج المكون لها. هذه أيضا سكشن آخر بالاتجاه الآخر يبين أنه هذه الفجوة هي مركز حركة وبها معرض دائم. السقف، النظام المستخدم على السطح معقد بشكل خاص تقنيا وميكانيكيا، يتكون من الزجاج الخارجي وأنظمة معقدة مع أنواع مختلفة من الستائر والتضليل ونظام الإضاءة الاصطناعية ونظام التحكم في درجة الحرارة وتوجيه الرطوبة ومقاومة تعليق الألواح الثقيلة. مكيف الهواء في الفجوة التي تم إنشائها بين الجلد العلوي للزجاج المزدوج وخفض السقف الزجاجي. الشفرات العمودية التي تميز نظام السقف مصنوعة من الفولاذ ومطلية بمادة التشطيب. الزجاج محمي خارجيا بشبكة فولاذية تعمل على تصفية الهواء، وجميع الأعمدة الرئيسية بما في ذلك الأعمدة التي تدعم البروز هي من الصلب. لاحظوا هسه هذا تخطيط السقف الروف بلان اللي يوضح بشون انه التشطيبات مالتها على شكل خطوط متوازية على طول السقف الخارجي. النظام الإنشائي يمثل تصميم زهاء حديد تحديا هيكليا
هيكلا مشابها للمعارض ومساحات خطية ممدودة مع جدران وأرضيات خرسانية مصنوعة في الموقع بسقف زجاجي جزئي يصنع شيئا من القنوات ذات الأغطية الزجاجية. قال ألان جونز المهندس الإنشائي الذي شارك في المشروع إنه من الناحية الهيكلية يعمل المبنى كبوابة للمبنى، فقط الأرضيات والجدران هو الاستقرار الهيكلي النسبي وليس السقف. كما تضمن الهيكل فجوات كبيرة يجب ملؤها بقضبان فولاذية مقوات بكثافة أعلى من 300 كيلو غرام على المتر المكعب من خلال تقليل عدد الوصلات. كان من الضروري زيادة الخرسانة المصبوبة على ارتفاع 70 مترا في 9، وهو مصنع كامل وتتطلب 260 متر مكعب من الخرسانة في الموقع. تم صنع القوالب في ألمانيا وألواح معيارية بطول 9 متر وارتفاع 2.4 متر. تم تجميعها في الموقع وتم ربطها باستخدام أشعة الليزر لضمان الأسطح المستوية في وقت التفريغ. إغراق في هذه المناطق خليط سائل يتكون من الخرسانة المضغوطة ذاتيا ومجموعا ناعما من مسحوق الحجر الجيري ومضافات راتنجات الإيبوكسي الذي سمح له بالاستقرار بشكل موحد بقوة الجاذبية وحول قضبان التسليح. لاحظوا هذا المتحف أثناء التنفيذ وشون أنه يسلحون بالبداية وبعدين يصبوها للخرسانة المضغوطة داخل الهيكل ثم ينتظروها تيبس وبعدين يسحبون الهيكل حتى توفر هذه الفير فيس للخرسانة. الإضاءة تم إيلاء اهتمام خاص للإضاءة الطبيعية من خلال العوارض الخرسانية الرقيقة على السقف جنبا إلى جنب مع أنظمة تغطية الزجاج والتصفية. تحتوي الحزم نفسها على سكة سفلية سيتم تعليق القطع الفنية منها. توجه الحزم والسلالم ونظام الإضاءة الخطي الزوار عبر الممر الداخلي الذي ينتهي في المساحة الكبيرة في المستوى الثالث، فتوفر النافذة الكبيرة إطلالة على المدينة على الرغم من إعاقة نواة ضخمة. شوفوا إيه هاي الواجهة الضخمة اللي من ننتقل من مستوى الثاني إلى الثالث راح تبين عندنا المدينة بأكملها من خلال هاي النافذة. ما المجموعات الدائمة المعروضة؟ فتتحدد المجموعات النحتية الدائمة لهذين المتحفين المسابقات المواضعية والجوائز للفنانين الشباب والتبرعات والقروض الدائمة. تتضمن المجموعة أعمال الجير بوتي، غراسيا تودرتي، ويليام كانتر ديج، كارا ووكر، إد روشا، جيلبرت وجورجينو ديومونيس، مايكل رايدكير، أنيش كابور، غيرهارد ريتشير، فرانشيسكو كليمنت، لارا فافاريتو، مادلين مارين دوماس، مورين زوكو، كاتليان، غابرييل بازيليكو، كيكي سميث، توماس راف، لوجي غريري، مانفريدي بنياتي، فانيسيا بيكروفت، ستيفانو أرتيني، فرانسيس أليس، أوغو رونديون، توماس شوت، فرانشيسكو جوستولي، ومحفوظات المهندسين المعماريين كارياس كاربا، ألدوروسي، وبير لوجي نيرفي. ماذا قالت زهاء حديد عن المشروع؟ قالت المعمارية زهاء حديد خلال الافتتاح: ينطلق عملي من واقع قدرتنا على وضع الجديد في مقابل القديم، مشيرة إلى أن فكرة وصل القديم بالجديد معقدة للغاية. وقالت حديد عنه أنه مركز ثقافي لتبادل الأفكار وفسحة لتبديل طريقة الحياة في المدينة، لا صالة عرضا للآثار الفنية فقط. وتذكرت المهندسة الشهيرة كيف زارت روما في الستينات والتقطت صور لها أمام نافورة تيربي الشهيرة، وقالت: في روما ضوء رائع، وفكرة المشروع هذا تقوم على التركيب وجلب الضوء إلى المكان حتى تحصل على مساحة طبيعية وتوفير حرية التنقل لأمناء المتحف عند تنظيمهم المعارض. ويزور روما سنويا تقريبا 12 مليون سائح، غالبيتهم يقصدونها بهدف زيارة الآثار التاريخية وأمجاد الماضي ونوافير المياه التي صممها
بيرنيني وكنيسة سيستين التي حملت بصمات مايكل أنجلو. نتمنى أنه أعطينا فكرة واضحة عن هذا المركز. نشكركم وإلى اللقاء.